يقول السائل: جامعت زوجتي في أيام حيضها، فما الحكم والكفارة؟ عليك التوبة إلى الله. الله جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فنهى عن جماع الحائض في فرجها حتى تطهر من الحيض وتتطهر من الحدث الأكبر، يعني تطهر ينقطع دمها وتتطهر من الحدث الأكبر بالاغتسال. فإذا حصل الاثنان، انقطاع الحيض والاغتسال، جاز لزوجها. وأما لو طهرت من الحيض ولم تغتسل لا تباح لزوجها. نعم. يقول السائل: لكن هذا الذي واطئ فيه وهي حائض عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأنه عصى الله، وعليه الكفارة بأن يتصدق بما يعادل نصف مثقال من الذهب أو مثقال، ما يعادل مثقالا من الذهب أو نصف مثقال. نعم.